عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم كوثر مشتركة مع مطبخ أم عدلان. اليوم نبدأ على بركة الله. اليوم عنا راحين نديرو زبيطي بوسعادي أو زبيطي مسيلي، مشهورة به ولاية المسيلة وولاية بوسعادة. نديرو اليوم زبيطي حار، واللي ما يديرش زبيطي حار ما وزموش زبيطي. نبدأ على بركة الله، راحين نبدأ بالكسرة تاع الزبيطي. عندنا دقيق وعندنا الملح، دقيق على حساب العائلة انتي وشاكي رايحة ديري، وعندنا الماء عادي. نبداو على بركة الله، نشوفو العجين تاع الزبيطي كيفاش يجي. بسم الله. هنا خواتاتي نبداو نبلو الدقيق بشوية، نبداو نلايمو العجينة تاعنا. عندنا كيما قلت لكم دقيق ملح ماء، هذا ما نحتاجو للعجينة تاعنا تاع الزبيطي. صدقوني البنات تبعوني في كل مراحل، والله راح يجيكم زفيطي ما شاء الله في هذا البرد، زفيطي حار وبنين. هنا خواتاتي رايحه نلم العجينه عادي، رايحه نلم العجينه عادي بطريقه عاديه، نلايمها ونبدا ندلكها، نشوفوها بعد قليل ان شاء الله راح نديكم. هيا البنات، بعد ما كانت ارتاحت العجينه تاعنا شويه، خليناها شمخت شويه، ندلكوها شويه برك، يعني ماشي حاجه كبيره بزاف، باش تجينا الكسره تاعنا تجي طريه، يجي المهلس تاعنا يجي خفيف. ندلكوها شويه برك، من بعد نشوفوها كيفاش رايحين نطيبوها، ونمر الان مباشره نشوفوا المهلس والخليط تاع المهلس. هيا البنات، بعد ما كنت درت الماء يغلي، عندنا الدبشه اللي رايحين نديروها من الفوق، الدبشه اللي هي الحشيش. عندنا الفلفل المشوي وطماطم مشويه وزوج سنينات ثوم. عندنا فلفل حار، فلفل رموش. وعندنا الدبشه اللي رايحين نديروها من داخل في عرض الخليط. وعندنا الطاس هذا رايحين نخدموا فيه. هنايا البنيات رايحين نحطوا الفلفل تاعنا، رايحين نديروه لهنا يغلي، رايحين نديروا هنايا الفلفل يغلي. نديروا معايا شويه فلفل حمار، نديرو معايا شويه طماطم مصبره، نديرو شويه تاع ملح، نخليو الخليطه تاعنا يغلي. ومن بعد نجيبو لهنا، نجيبو الطاس هذا رايحه نقطع فيه الثوم والفلفل المشوي والطماطم هذه المشويه والدبشه هذه، رايحه نميكسيون بالميكسور لهنايا باش نقص على روحي شويه، بالخصوص اللي يسكنوا في العمارات باش ما يدقدقوش بزاف على العشره، نخفف على روحي شويه. راح نميكسي هذا الخليط، وبين بعد كي نعود نهرس في المهلس ما تجي ما نهرسش بزاف، بالخف توجد لي، نشوفوها بعد قليل ان شاء الله. هنا الكسره تاعنا هاي طيب، هاي الكسره تاعنا كيفاش جات هنايا، هاني نفتو فيها، وهذا هو المهلس تاعنا، هذا هو المهلس تاعنا اللي راح ندير فيه الكسرة تاعنا راهي طيب. هنا الخليط تاعنا اللي كنت درتو فيه الرموش، فيه الحمار، فيه الطماطم، فيه الملح، هذا دوك نصفيه بالرموش تاعنا، نصفيوه نلحيوه مع الخليط تاع قبيله في الميكسور، ونشوفوه بعد قليل ان شاء الله. هنا هذا هو الزفيطي تاعنا بعد ما كان وجد، والله واش راح نقول لكم، والله بنين بنين وحار ما شاء الله في هذا البرد. والزبيطي تاعنا لازم نرافقوه مع طاس تاع البن باش يكسر لنا الحراره، ونتمنى ان شاء الله اللي شهيتها في الجنه. وما تنساوش البنات ديروا لي اشتراك، وسلام المره الجايه ان شاء الله.